اهلا بيكو. احنا النهاردة بعد ما اتكلمنا في المعلومات اللي اتعلمناها دي كلها في البروجكت مانجمنت، عايز ارجع تاني للسكوب. لو تفتكروا لما اتكلمنا عن السكوب في الاول قلنا هنرجع له تاني اكتر من مرة لانه من الحاجات اللي تهمنا جدا، ودي مرة من المرات اللي هنرجع فيها للسكوب ونتكلم عليه بسرعة. بس المرة دي الحقيقة عايز اكلمكم في نقطة مهمة منه، وحاول الاول احكي لكم حكاية وهمية برضو، بس عيش معايا السيناريو. اوكي، احنا دلوقتي عايزين نتكلم على سيتنج السكوب او الجولز بتاعت المشروع بتاعنا. حضرتك دلوقتي اعتبرني انا كاستمر، كنت عايز اعمل خلاط منزلي، بس حاجة يعني خاصة بي، عمولة زي ما بيقول، زي كده اللي بيلاقي بدل ما بيشتري بدلة جاهزة يعني بيشتري بدلة تفصيل عشان تطلع على مقاسه هو حر. المهم انا جيت لك انت لسبب ما، قالوا لي ان انت راجل كويس فجيت لك، وجيت قلت لك عايز الخلاط، وانت قعدت معايا وشفت المواصفات وشفت كل متطلباتي وعملت كده لستة محترمة بكل التفاصيل وعملت عقد ومضينا العقد كمان، وانت ايه خدت العربون او خدت الفلوس كلها مقدم. المهم ان احنا خلاص خلصنا ايه كلامنا وانا روحت. قوم لسبب من الاسباب نمت، فلما نمت جالي منادي في المنام قال لي يا واد يا محمد اجري، بدل ما تعمل خلاط لونه ابيض اعمل لنا خلاط لونه احمر. قمت انا جاي جريت عليك، الحقني يا باشمهندس الحق، انا عايز الخلاط لونه احمر مش ابيض، هتعمل انت ايه؟ لاي سبب من الاسباب انا جيت لك بقول لك عايز اغير لون الخلاط، هتقول لي ايه؟ سيبك من هتعمل ايه، انت تعمل في ايه دي هنتكلم فيها كمان شويه، هتقول لي ايه؟ فكر. المهم ان احنا اتفقنا، وبعد ما اتفقنا انا روحت ونمت، قام جالي في المنام منادي قال لي يا واد يا محمد انت هتعمل خلاط في زراير بتعمل تك تك تك، اجري خلينا الخلاط بتاعنا يعمل زراير بتعمل بيب 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 ويكون حاجة كده تكنولوجيا متطورة يعني. انت انا صحيت من النوم وجبت كلام اللي قاله لي المنادي وجريت عليك، الحقني يا باشمهندس انا عايز خلاط بيعمل بيب 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 مش بيعمل تك تك تك، هتقول لي لا لا فكر فيها بجد، انا عايزك تفكر بشكل واقعي. انا بحكي لك بشكل هزار يعني طبعا، لكن هي انت انا عايز تفكر فيها دلوقتي. العميل كان متفق معاك على المتطلبات وغيرها، وبعد ما غيرها واتفقت وجالك تاني عشان يغيرها تاني، هتعمل ايه؟ هتقول لي ايه؟ نفس السؤال على فكرة، هتقول لي ايه؟ فكر. طيب يا سيدي اتفقنا وكتبنا عقد جديد وانا روحت ونمت، طب بلاش نمت، واحد من ولادي قال لي الحق يا بابا انت هتعمل لنا خلاط من اللي هما قدام كده حاجة تكنولوجيا قديمة، احنا عايزين خلاط من اللي التكنولوجيا بتاعته فيها الانترنت اوف ثينجز ونقدر الاي او تي ده نقدر نتحكم فيه في الخلاط بتاعنا من اي حتة بالتليفون او باي انترنت براوزر او 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 او. انا صحيت من النوم او خدت كلام ولادي او رأي مراتي او رأي واحد صاحبي وجريت عليك، الحق انا عايز خلاط يبقى اي او تي مش عاوزه خلاط بالشكل اللي اتفقنا عليه قبل كده، هتقول لي ايه؟ ما تخافش مش هعمل سيناريو تاني، كفايه عليك كده ثلاث تغييرات، بس قول لي هتقول لي ايه؟ طيب بص بقى سيدي الفاضل،
يعني من تجربتي مع ناس كتير، يمكن الكورس ده بيتسجل فانت مش قاعد قدامي دلوقتي ومش باخد ودي معاك في الكلام، لكن تجربتي مع ناس تانيين كتير في الكورس ده كان اغلبهم في الاخر وصل بيه الحال انه بيقول لي امشي اطلع بره ومش هتعامل معاك تاني، وادي فلوسك وادي الخلاط وما تورناش وشك تاني. وفيهم اللي رفع عليا قضيه وفيهم اللي يعني لكن كل ده الحقيقه للاسف مش هو الاجابه اللي انا كنت عايز اسمعها. الاجابه اللي انا عايز اسمعها هي اجابه واحده بس، سيبني افكر، سيبني افكر. اوكي، ليه سيبني افكر بقى؟ بص دلوقتي انا طلبت منك تغيير لون، وطلبت منك تغيير الكترونيكس، وطلبت منك تغيير التكنولوجي كلها اللي بتعامل بيها الخلاط. التغييرات الثلاثة دي مختلفة في نوعية التغيير بتاعها. ممكن قوي تعتبر تغيير اللون ده تغيير حاجة بسيطة، ايه يعني هنجيب دهان وندهنه، او هو البلاستيك او الفريم اللي معمول بيه الخلاط مش مكلفنا كتير، مش مشكلة ومش هياخد وقت في تعديله، او في كل الاحوال اي تعديل بيطلبه العميل انت من حقك ان انت بتطلب تغيير في الخطة، وبالتالي تغيير في الفلوس وتغيير في الزمن، وده حقك برضه زي ما هو من حقه يطلب، انت من حقك تطلب التعديل. المهم ان لكن ليه ما تردش عليه طيب في تغيير صغير زي اللون وتقول له حاضر انا اعملها لك مش مشكله، او تقول له لا مش هينفع امشي اطلع بره، او في التغيير الكبير نفس الكلام. لان انت عمرك ما هتقدر تاخد قرار سريع مدروس بسرعه. تاني، انت محتاج تفكر هتقول لي ايه حتى لو هترفض، ازاي ترفض بشكل من غير ما تخسر العميل. في الاخر انا عميل، انت بتكسب من ورايا وانا بستفيد من وراك، ودي مصلحة مشتركة، فانت مش عايز تخسرني، وحتى على الاقل لو ما كسبتنيش عايزني اطلع اقول من بعيد عنك، اقول من وراك كلام كويس عنك، فانت عايز دايما صلتك بيا كعميل تبقى صلة ممتازة. يبقى لما تفكر هترد عليا ازاي، ممكن تعمل صياغة جيدة للكلام اللي هتقوله لي، يقوم الكلام تأثيره السلبي يبقى قليل. نمرة واحد. نمرة اتنين، لما تفكر هتجاوب عليا تقول ايه، انت ممكن تكتشف ان الحاجة اللي انت متخيل انها بسيطة دي معقدة جدا وصعبة او هتكلفك مبالغ كبيرة، فلما تكتشف كده احسن، ولا تبقى التزمت معايا بان انت هتخلصه وهتخلصه بسرعة او هتخلصه بتكلفة قليلة. يبقى دايما ادي نفسك فرصة تفكر. فرصة دي ممكن تكون طب هرد عليك اخر النهار، ممكن تكون طب هكلمك بكرة، ممكن طب اديني اسبوع، ممكن حسب بقى طبعا حجم المشروع، حسب المتطلبات بتاعت التغيير. زائد احنا كنا اتكلمنا على ان انت بتستعين بالخبرات اللي مش موجودة عندك. افرض يا اخي ان التغييرات دي فيها خبرات مش عندك في المصنع بتاعك او في الشركة بتاعتك، يبقى انت ساعتها هتدور على الخبرات دي ولا لا؟ طب افرض ما لقيتهاش في السوق او معرفتش توصل لحد يقدر يساعدك فيها، يبقى لازم تدي برضو نفسك فرصة تفكر وتدور وتشوف هتعمل ايه بالظبط كرد فعل منك للعميل. يبقى دي اهم نقطة في نقط الرد، هترد عليا ازاي. انت ليك رد واحد بس، let me think about it full stop. اوكي طيب، امال العميل اللي انت مش عايز تعمل الشغلانة بتاعته. اولا الشغلانة اللي انت مش عايز تعملها دي على نوعين. النوع الاولاني هو ان هو تكون بيطلب منك حاجة تتنافى مع اخلاقياتك، دي ما فيش فيها نقاش. انا ما يهمنيش اخلاقياتك دي بتاعتك انت، انت من حقك بتحط حدود مش هتخرج منها، وبالتالي اي حد يطلب حاجة تتعدى الحدود اللي انت حاططها لروحك من حقك ترفض مباشرة. طبعا برضو الرفض بيبقى بشكل مهذب، علشان في الاخر تاني انا حتى لو مش هعمل الشغلانة مع العميل، يبقى على الاقل انا عايز احافظ على صلتي بالعميل.
النوع التاني من الحاجات اللي انت عايز ترفضها هو الحاجات المزعجة قوي والمقرفة قوي من غير ما تتعدى حدودك الأخلاقية. قبل ايه المزعجة وايه المقرفة دي؟ فكر تعمل ايه؟ القرف والإزعاج له تمن. يبقى بدل ما ترفض الشغلانة عشان هي مزعجة، زود الفاتورة بتاعتها. والله الموضوع ده هيكلفني 10 قروش، والقرف بتاعه بمية، يبقى انا تكلفته على العميل 110. العميل عايز يدفع 110 هيدفعها، مش عايز يدفع 110 بكل اذب وكل ذوق بتعرفه بواحد تاني من الناس اللي بيعملوا شغل زي اللي انت بتعمله وتوصله ليه، وتبقى انفضت الشغلانة وخلصت من العميل. يبقى مفيش حاجة اسمها عميل نزعله، ما نزعلوش طالما ممكن ما نزعلوش. ليه؟ عشان انت في الاخر انت بتكسب عميل علشان توسع البيزنس بتاعتك وعشان تكبر وعلشان تاخد عملاء، ويجي لك عملاء تانيين وبيجي لك بروجيكتس اكتر، وبالتالي انت تنمو وتكبر وتزدهر البيزنس اللي انت بتشتغلها، اذا كانت البيزنس بتاعتك هي بروجيكت مانجمنت، يعني بتاخد بروجيكتس وتخلص. خلاص الحتة دي الحقيقة بداية لان احنا نتكلم على، طيب هو العميل من حقه يطلب قد ايه تغييرات في السكوب او تغييرات في الجولز. دي بقى اللي نتكلم عنها في الفيديو الجاي ان شاء الله. الحتة دي انا بتهمني قوي، اذا كانت الفيديو اللي اتكلمنا فيه في الفيديو ده او اللي هنتكلم فيه في الفيديو الجاي، فارجو ان انت كل النقط تكون واضحة بالنسبة لك، ولو مش واضحة ابعت لي على طول او خش على الشات روم ونبتدي نشوف ازاي ممكن اوضحها لك اكتر، لان الحتة دي مفهوم مهم جدا في سوق العمل لازم تاخد بالك منه، زيك زي اي واحد عايز يطور من نفسه ويكبر بنفسه ويعمل لروحه براند في السوق بتاع البروجكت مانجمنت. اوكي، اشوفكم المحاضرة الجاية ان شاء الله في الفيديو الجاي بإذن الله.